اشتباكات داخل القرية تقع الآن مباشرة. مارس الأسود لحجور ومناطقها، حيث تبقى هذه المشاهد وأزيز الرصاص محفورة في ذاكرة مقاتلي المقاومة الحجورية. ولذلك سيظل شهر مارس بالنسبة لأبناء محافظة حجة شهرا كئيبا ومناسبة حزينة. ففي منتصف مارس من العام المنصرم اجتاحت ميليشيا الحوثي حجور بعد خوض حرب مع قبائلها في مديرية كشر حتى سيطرت على كامل القرى. مجرد أن دخل الحوثيين حجور يعني مارس الاعتقالات ودخل البيوت و يعني عاث في الأرض الفساد وخرجوا من خرجوا منها وأنا أحدهم الذي خرجت. فتك الحوثيون بأبناء المنطقة بعد مقاومة امتدت نحو شهرين كبدت الميليشيا الكثير رغم فارق موازين القوى والإمكانات العسكرية، ليسجلوا أكثر من 20,000 انتهاك لحقوق الإنسان وفقا لمنظمة رايتس رادار، بينها القتل والاعتقالات والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، لتطال أيضا النساء والأطفال. وخلونا شدنا من بيوتنا الله يصيبهم. اليوم وبعد مرور عام على اجتياح حجور المرة الأولى في تاريخ الميليشيات رغم محاولاتهم المتقطعة منذ ما قبل الحرب، لا تزال الحملات القمعية لميليشيا الحوثي مستمرة بحق الأهالي والمعتقلين في محاولة لإخضاعهم وإحكام قبضتها على هذه السلسلة الجبلية وأبنائها المناهضين لتواجد الحوثيين. على فكرة لم يدخلها بقوة السلاح وإنما بتواطؤ وخيانات وغدر حصلت، وكما قلت لك لأن موقعها موقع استراتيجي وجبالها أيضا، لكن ستنتفض عليه يوما ما قريبا. يعني تتطلع نحو 2000 أسرة نازحة من حجور في مارب وغيرها من المحافظات للعودة إلى ديارهم في حين يجتم عليها الحوثيون بكل قوتهم، لكن ثمة بركان كما يقول بعض أبناء حجور لا يزال يغلي في هذه القلاع الجمهورية. محمد يوسف لقناة بلقيس محافظة حجة.